ها هو فيما بيننا، إنه المخلص، إنه الطفل الصغير الآتي لينشل الإنسان من الغرق في الخطيئة. أصبح واحدا منا إن سهر معنا. إنه العيد، المحطة السنوية في المسيرة إلى حيث الفوق، إلى حيث السلام، إلى حيث الغفران. عما نؤيل، الله معنا، الكلمة الذي تجسد. غبطة أبينا البطيرك مار بشارة بطرس الراعي الكلي طوبة، ممثلا بسيادة المطران بولس روحانا السامي الاحترام، قدس الأباتي بطرس طربي الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية، والأباء المدبرين الأب وليد موسى رئيس جامعة سيدة الويزي، والأباء الأفاضل، الحضور الكريم، بشرى السلام ونشر كلمة الله وتسبيحه. هو عهد أخذته على عاتقها جامعة سيدة الويزي، الجامعة التي تسعى إلى بناء الإنسان. هي بنت الرهبانية المارونية المريمية، قررت ومن خلال تأسيس جوقة حملت اسم مريم أم الكون، إنه تحمل الكلمة الممهورة باللحن الراقي والحنجرة المتألقة النابعة من داخل يصلي. التأسيس كان من 20 سنة. جوقة جامعة سيدة الويزي كبرت بالنعمة، جوهرت بالأداء، تقدمت بالتواضع، تمدرست بفلسفة مريم، حملت راية يسوع ابن الإنسان الذي تأله ليرفع الترابي إلى حيث التسامي. في زمن الميلاد نجيء إلى مغارة التواضع، إلى حيث العبر والأمثلات الكبيرة. نأتي لننزع عنا رداء ألوهية الأرض الذي يقبع على صدورنا الفارغة من روح الله. اليوم الرهان هو على التجدد بهذا الروح، على تأمين المسكن اللائق له في هيكل رسمه هو وأعده منذ الأزل، ليشاع نور بيعكس حضور الله بحياتنا، لنستحق وصف هيئة الله عوجهن. سنة بعد سنة تتجدد الفرصة لنكبر بالتواضع، لنفتح أبواب القلوب، لنكون من أهل البصيرة والتبصر. خلينا نقرأ يا طفل المغارة بكتاب إنجيلك، ونغوص دايما إلى العمق، وارفعنا معك وعلمنا إنه نتخلى عن كل أرضيتنا ونكون من أهل سمائك. آمين. Oh, Jesus.
Thank you.
مشروع الخلاص ما كان تحقق لو ما انقالت كلمة نعم. كلمة من 3 حروف غيرت كل المفاهيم وكانت الحد الفاصل بتحقيق سر الفداء. من خلال النون علمتنا مريم إنه ننحني قدام إرادة الله بحياتنا ونوثق فيه بمحبته اللامتناهية ونسلم حالنا تسليم مطلق. من خلال العين عالية تكون جباهنا لأنه نحن أولاد الله نقشع من خلال انفتاحنا على كلمته. من خلال الميم مسيرة حياتنا بتكون مشوار شهادة دايمة ممتلئ من بركته ونعمته. علمينا يا عذراء نكون مريميين حقيقيين يفعلون ما يقوله لهم ابنك يسوع. علمنا يا رب نكون يوسفيين نوثق بمشيئة الله ونسمع ونقشع بعين القلب. اليوم بدنا نكون مثل الرعاة والمجوس عيوننا لفوق مطرح ما النجمة أخدتنا وعم بتدلنا على مكان المخلص. أعطينا يا طفل المغارة إنه ما نعيش أو ما ننغش بنجوم كتير مزيفة عم بتحاول بهالأيام تاخدنا على مطرح تاني عم بتحاول تبعدنا عنك. اليوم وبهالزمن المبارك قرارنا إنه نكون نحن نجوم ما تحكي إلا لغة الحب والتسامح والتواضع والغفران وقبول الآخر. نكون وين ما كنا مزروعين شهود على بنوتنا للرب، ميلاديين دائمين مصرين على عيش الفرح الحقيقي رغم كل المصاعب. نكون يسوع ومريم ويوسف. آمين.
أبو الليل على الام تي في هوم.